شيء يجب أن نفعله عند تعبئة السيارة بالوقود. إحكام الغطاء. اشتق اسم آخر لرجل من اسم عيد. عبد. أكثر المخلوقات طولاً. زرافة. معدن يستخدم لصناعة الحلي. الأحجار. لعبة نستخدم بها أحجار الزار. زار. شنو اللعبة؟ الدومنة. الطاولة. عفية. عفية الطاولة. بس ما أخذها. أخذ الدومنة. إذن خلي نشوف النتائج. طيب. أخت انتصار 5 أسئلة سألتك إياهن وخلي نشوف الإجابات إيش قد جابت ليش درجات. السؤال الأول: شيء يجب أن تفعله أو نفعله عند تعبئة السيارة بالوقود. إيش قلتي؟ أحكام الغطاء. أحكام الغطاء. 5 نقاط. يعني المفروض إطفاء السيارة، عدم التدخين. أنت بمحطة مع الوقود. هو أصلاً هذا البوزرتشي اللي يخلي الوقود يفتح ويخلي البنزين وبعدين يسكرت جهة وأنت قاعدة بس ما تدخنين والسيارة تطفيها. يا لطيف، مو صحيح؟ تدي سيارة هم تسويهن ذني. يلا خلينا نشوف. انت تحكمين ال هو طفي وفوي. لا من يسد ال البوزرتشي؟ لا شلون تقولي لي احكام الغطاء. السؤال الثاني: كان هو اشتق اسم اخر لرجل من اسم عيد. قلت عبد. عيد وين؟ عيدان. عبد وين؟ حولت العيد الى عبد. الله، اكو عيدان؟ مو عيداني. لا زين. السؤال الثالث: اذكر او اكثر المخلوقات طولا. طولا انت ايش قلتي؟ زرافه. زرافه. الزرافه ارتفاعا. افعى يمكن. الزرافه. ممتاز. 10 علامات. هي طويله بالارتفاع. يعني ممكن هالشكل. اذا سويت هالشكل يعني مثل الديناصور. خلينا نشوف. السؤال الرابع: معدن يستخدم لصناعة الحلي. ايش قلتي؟ احجار. قلتي الاحجار. والاحجار 0. ليش؟ لان الاحجار مو معدن. عافيه. معدن يستخدم يعني اكو ذهب، اكو فضه. لابسه يدي. السؤال الاخير: لعبة نستخدم بها احجار الزار. ايش قلتي؟ الدومينو. بعدين قلت الشطرنج. اي انت تقولين الطاوله. قلت الدومينو. هذه يمكن تشوفون دول بالقهوه يلعبون طاوله ودومينو. يلا ما يخالف. 15 نقطه برافو عليك. انا اعتقد نصير راح يقدر يجيب 185 نقطه ويوصل ل 200. مو بالله؟ يلا تفضلي.